أنا مين؟ مين حسن صباح؟ أنا مين؟ مين حسن صباح؟ سمعني إله حي قادر لا يموت ولا مقدس لا تلقى تعليماته من الإله ولا وسيط ما بين الإمام والخلق ولا عبد صالح ويمكن عبد ضال ويمكن لا شيء. مين اللي دخلك عليا يا جارية؟ مين؟ ولا أقول لك؟ اقعدي يمكن تعرف أنا مين؟ أنت برضه زي بنتي. أنا مين يا بنتي؟ سألت دنيا زاد من شوية ما ردتش وسألت الحسين ما ردتش أنا تكون فيكون ولا أنا عبد غلبان يعكس ويموت أنا مين؟ أنا مين؟ عارف أنا أنت ولا أنا مين؟ ومات الملقب بشيخ الجبل، مات حسن بن علي بن محمد الصباح في قلعته ألاموت سنة 518 هجريا، سنة 1124 ميلاديا. مات من غير جرح واحد في جسمه، مات وفضلت أفكاره عايشة لأكثر من 900 سنة، وفضلت قلعة ألاموت من بعده 122 سنة لحد ما تم تدميرها على يد المغول سنة 1256. اشترك في باقات واتشة الشهرية 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية 149 جنيه و99 قرش.